السلام عليكم. هلال سامي يقهر لأسوأ يحطم حواجز سبهان في طريقه إلى ثمن النهائي. صالح المطلق ثاني سعودي يدرب فريقا خارجيا، تفاصيل التجربة الجديدة. التصاريح الإعلامية، من يعاقب ومن يتجاوزه العقاب، قراءة في تصاريح الموسم. 5 أهداف صنعت النكتة في موسم الكرة السعودي. أهلا بكم. تأهل الهلال السعودي والسد القطري إلى الدور الثاني من دوري أبطال آسيا عن المجموعة الرابعة. الهلال فاز على ضيفه سبهان الإيراني بهدف واحد، بينما تفوق السد القطري على الأهلي الإماراتي بهدفين لواحد، وتصدر العين الإماراتي المجموعة الثالثة بتعادله مع ضيفه الاتحاد السعودي بهدف في الجانبين، بينما خسر تراكتور الإيراني أمام ضيفه الإخوية القطري بهدف واحد. في المجموعة الرابعة كان الحسم في آخر الدقائق. معين السواري، مجموعة لم تكشف عن أسرارها بعد، كما قال مدرب الهلال سامي الجابر، وبيد فريقه أن يكشر عن أنيابه للكشف عن نصف الأسرار هنا في الرياض. الفوز أمام الضيف الإيراني المتصدر سبهان أصفهان يقود الهلال إلى الدور الثاني، وهو ما سعى له أصحاب الأرض مبكرا، لكن الدقائق تمر سريعا ومرمى الضيوف ما زال مستعصيا على لاعبيه الأزرق. الفريق الإيراني رغم احتياجه للتعادل لضمان التأهل إلا أنه أراد عدم المخاطرة فبحث عن تسجيل هدف الأمان. طلب الهلاليون بركلات الجزاء، لكن الحكم الياباني لم يرى ما يستحق من الخشونة من قبل لاعبي الفريق الإيراني، تاركا الشوط يسير في اتجاه التعادل السلبي. ناصر الشمراني كان له رأي آخر فجعله يستبق صافرة نهاية الشوط لإعلان الهدف الهلالي الأول في الوقت بدل الضائع، منحا فريقه التقدم. وفي الشوط الثاني وقف القائم الإيراني أمام هدف الإطمئنان الهلالي الثاني. وفي الطرف الآخر سوكاج حقق جزءا من حلمه فهز شباك الهلال، لكن الكرة كانت خارج المرمى. البديل العابد كاد أن يسجل هدفا جميلا فاستحق تهنئة زملائه على المجهود فقط بعد أن أجهض الحارس محاولته. محاولة التمسك بحظوظ التأهل لم تفلح مع سبهان، وكان عقيلي الأقرب لهز شباك الحارس الهلالي براسية مرت جوار القائم. هدف واحد كان كافيا للهلال للتقدم من المركز الثالث إلى الصدارة ب9 نقاط، ليتأهل عن المجموعة إلى جانب السد القطري الذي غادر هو الآخر المركز الأخير متقدما للثاني، مستغلا فوزه على ضيفه الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف واحد ليرفع رصيده إلى 8 نقاط. معين السواري. ومن الرياض يلتحق بنا كابتن فيصل البوثنين الدولي السابق. كابتن أهلا بك معنا. إذا عبور هلالي من عنق الزجاجة في الجولة الأخيرة، هل كابتن كان عبورا يعني مقنعا فنيا بعيدا عن النتيجة طبعا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مساء الخير بتال عليك وعلى المشاهد العربية. بالتالي الهلال اليوم ما كان يحتاج إلى الهدف اللي سجله ناصر فقط لا غير. يعني اليوم يعني دماء الهلاليين احتبست حتى صافرة الحكم. اليوم الهلال على المستوى الصعيد الفني طوال المباراة لم يقدم الهلال أي شيء، ولكن الهلال كان يبحث عن أي هدف وعن الفوز بأي طريقة كانت. لذلك كان الشوط الأول تماما سيطرة هلالية، وكان الفريق الإيراني يسير بالمباراة كما يريد الفريق الإيراني. الفرق الإيرانية دائما عندما تكون تبحث عن التعادل تجد الفريق قوي دفاعيا ومتماسك، لدرجة بتال أن حارس المرمى كان يعاني من إصابة وكان طلب التغيير في بداية المباراة، ولكن تحامل على إصابته حتى ما يأثر على الفريق وعلى سير الفريق وقوة الفريق. ولكن الهدف اللي سجله ناصر الشمراني كان كافي بزعزعة الفريق وأنهم يبحثون عن التعادل، ولكن الهلال اليوم يعني الفوز كان هو الأهم بالنسبة لي. نعم، مع الضغوط يعني مطالبات بالتأهل، مع الدفاع المحكم للفريق الإيراني، الضغوط النفسية أثناء المباراة، قد نجد للاعب الهلال والفريق الهلال عموما العذر في هذا العرض غير المرضي خلينا نقول، أو غير المقنع تماما.
وبالتالي هي طبعا تجتمع هي كافة كلها العوامل هذه مع بعضها. لو لاحظت أيضا بداية من الجماهير والحضور الجميل لجماهير الهلال والتيفو اللي كانوا في الملعب وتنظيمهم كان جدا رائع ودعم معنوي كان كبير انعكس على اللاعبين. اللاعبين في هذا الوقت استعجلوا النتيجة. الاستعجال بالنتيجة لو لاحظت بالتالي فرصة ناصر الشمراني في الدقيقة تقريبا 3-4 كان مواجه المرمى. لو ناصر كمل على المرمى ممكن كان يسجل هدف مبكر يريح زملائه ويريح الفريق بشكل عام. ولكن لعبها ياسر بتعجل وهذه ليس من عادات ناصر الشمراني. بس الكرة كانت تحت رجله في اليوم كان كرة تحت رجله ما تنشأت. كانت تحت رجل ناصر ولو لو كان ملتفت على المرمى بس لف بس الالتفافة بسيطة كان المرمى بيكون مكشوف قدام ناصر الشمراني. ولكن لأن زي ما ذكرت بالتالي أن اللاعبين كانوا مشوشين في تفكيرهم في الفوز والتأهل فقط لا غير. اليوم حقيقة ديقاو اليوم وكواك كان لهم دور كبير في هدوء الفريق وثقته، بخاصة ديقاو اللي كان حقيقة متعامل بشكل جدا مثالي مع الكرات العالية مع الفريق الإيراني أو مع الكرات الأرضية. عبد الله صدير اليوم كان حضور أيضا جميل. ياسر الشهراني يفعل كل شيء في المباراة ولكن عند النهاية هنا مشكلة ياسر الشهراني في تكملة هذه المباراة. فبالتالي الهلاليين اليوم لم يبحثوا عن مستوى، لم يبحثوا عن احتفاظ بالكرة، كانوا يبحثون عن الحفاظ على هذا الهدف اللي سجلوه. وناصر الشمراني جاته فرصة. الدليل بتال على كلامك ناصر الشمراني حتى فرصة الانفراد اللي جت ناصر من أسهل الفرص اللي ناصر يسجل منها ولكن أضحى ببساطة. هذا يدل على أن اللاعبين كان ذهنهم فقط أنهم يبحثون عن الخروج من هذه المباراة بالفوز. شو اللي يعجبك في الهلال اليوم فيصل؟ أنا حقيقة اليوم عجبني في الهلال أمرين. الأمر الأول اللي هو حقيقة الحضور الجماهيري اللي كان فعلا حماسي بشكل كبير، يعني كانوا يبغون يدفعون فريقهم للتأهل وهذا كان انعكاسه على اللاعبين معنويا أكثر منه كان فنيا. الأمر الآخر اللي عجبني في الهلال اندفاع الهلال قلت الأخطاء اللي كانت تحدث في دفاع الهلال بينه وبين الحارس، أصبحت الثقة أكبر، بناء الهجمة أصبح بشكل سلس وجميل من المدافعين على الرغم من الغيابات وتغيير ياسر الشهراني إلى الطرف الأيمن. واليوم سلطان البيشي قدم جدا مستوى ممتاز على الرغم من الجماهير عند استلام الكرة تكون صيحاتهم يعني كأنهم يعني خايفين من سلطان البيشي. كل هذه الأمور اليوم سعود كرير اليوم ظهر بمظهر طيب وبدأ سعود كرير اللي احنا نعرفه بمستوى وتألقه. الفريق بشكل عام يعني كان يبحث عن التأهل، هو حقق التأهل ولكن بهذا المستوى أعتقد الهلال بيجد صعوبة كبيرة في دور 16 إذا كان بيكمل بهذه المستويات. نعم، شو اللي ما عجبك في الهلال مدام قلنا اللي عجبك؟ والله شوف أنا حقيقة أنا كنت يعني مركز على أمرين غريبين. يعني الهلال كان يجد صعوبة في بناء الهجمة، كان اللاعب عندما يستلم الكرة ويصل إلى منتصف الملعب يجد صعوبة في إيجاد لاعب ومنهجية واضحة في بناء الهجمة. فبالتالي كثير من لعبات الفريق الهلالي كانت تتم عن طريق الخلف من المدافعين، تجدها بين كواك وبين ديقاو وبين ياسر الشمراني وبين سلطان البيشي، وهذه حقيقة تعطل هجمات الفريق الهلالي. أيضا اليوم تغييرات سامي وتدخله في التغييرات كانت جدا سلبية جدا، يعني خروج سلمان الفرج ودخول كاستيلو وبقاء محمد الشلهوب اثر حتى على الفريق في الشوط الثاني لان دفاعيا والهجوميا محمد الشلهوب اليوم لم يكن محمد الشلهوب اللي احنا نعرفه. ايضا في تدخل الثاني خروج ياسر القحطاني، ياسر كان على الاقل ياسر لاعب خبره وكان يستطيع استلام الكره وكان يغير اللعب، خروج ايضا وبقاء محمد الشلهوب كان ايضا علامه استفهام اخرى. انا ما ادري يعني تغييرات سامي اليوم ما لم تكن موفقه ولكن كما ذكرت اليوم الفريق كان يعني قتاليته على الخروج بالفوز يعني بغض النظر عن أمور أخرى سواء يعني كانت أمور فنية أو على صعيد البروز الشخصي، فكان الهلال بمجمله حماس ودافع لاعبين لتجاوز هذه المحطة رغم أن الفريق الإيراني لو كان الهلال بطبيعته وعافيته كان ممكن يتجاوز بثلاثة أو أربعة أهداف بكل سهولة. في خلاصة هذه المجموعة اللي ما حسمت إلا في آخر الجولة، هل كان التأهل منطقي؟ البطاقتين في واحدة للهلال واحدة للسد القطري؟ والله المجموعة حقيقة كانت مجموعة يعني كانت مربكة تماما. في مباراة الجولة الماضية كان اللي بتأهلهم فريقين والآن تأهلوا الفريقين اللي غير يعني متوقع خصوصا فريق السد، يعني كان غير متوقع أن يتأهل فريق السد. فريق الأهلي الإماراتي يعني بطولتين حققهم في وقت قريب أثرت على الفريق بشكل كبير، يعني مباراة مع الهلال ومباراة اليوم مع السد الفريق أرهق تماما. لو لاحظت اللاعبين مرهقين تماما يعني وهذا كان تأثيره واضح على فريق الأهلي الإماراتي. ولكن الحمد لله أن تأهل فريقين خليجيين، أيضا تأهلت ثلاث فرق سعودية، هذا يعطينا إن شاء الله انطباع أن الفرق السعودية قادرة على الوصول إلى مراحل متقدمة والمنافسة إن شاء الله على تحقيق لقب البطولة. شكرا جزيلا فيصل بوثنين من الرياض.
في العين الإماراتية انتهت مواجهة العين أصحاب الأرض مع اتحاد جدة بهدف لمثل المباراة كانت تحصيل حاصل بعد بلوغ الفريقين الدور الثاني منذ الجولة الماضية. لطفي الزعبي. العين الإماراتي الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا استاد هزاع بن زايد مسرحا لقمة المجموعة الثالثة في الجولة الأخيرة والصراع على الصدارة. صافرة الانطلاق كوريا جنوبية لكيم سانغو وركلة البداية اتحادية سعودية. الدقيقة 6 ركنية للعين عموري للصندوق برأسها سموجان للمرمى يبعدها بالرأس من على خط المرمى هتان بهبري. ركنية للعين الدقيقة 21 بالرأس بنيران صديقة بمرمى الاتحاد تقدم العين برأس منصور شراحيلي غلطة الشاطر يا منصور. فرملة من عموري على خالد عبد الرحمن الدقيقة 35 الحكم يقول ركلة جزاء للاتحاد. عبد الرحمن الغامدي يستعد لتنفيذ خطوات بشماله وضعها على يسار حارس العين خالد عيسى. عموري وأسم واجان في منتصف دائرة العين وركلة الثاني بانتظار شارة الرجل الكوري كيم. اتحادي يشكو الإصابة هتان بهبري عناوي يحاول علاجه بعد إعاقة بالمرفق الأيمن من إسماعيل أحمد لعبد الرحمن الغامدي. عموري وجان يتهمسان يتحدثان يخططان الجروني يراقب لا يروق له الحال. عرضية عموري استلمها القرني وسقط جان بالجزاء. فعد الأخير يرفع عن الأرض المدافع الاتحادي وسط احتجاجات من زملائه واعتراض على أسموه فتدخل الحكم والفريدي لتهدئة الأجواء. الكوري أعلن بعد ذلك نهاية اللقاء. احتفظ العين في الصدارة صدارة المجموعة والوصافة للاتحاد السعودي فتأهل معا لدور 16 غير متأثرين بفوز الإخوية على تراكتور بهدف نظيف. لطفي الزعبي العربية. عن هذه المباراة يلتحق بنا مدرب سعودي على رواس من جدة. كابتن أهلا بك معنا. عبور يعني من الجولة الماضية للفريقين، هل كان كابتن ألقى بظلاله على عرضهم في مباراة اليوم؟ رحب بك أخوي على الأخوة المشاهدين. طبعا بالنسبة لل بالنسبة طبعا لتأهل الاتحاد من المباراة الماضية كان بالنسبة لهم بشكل مريح. اليوم لعب المباراة بشكل جيد، حتى الكابتن خالد القروني الحقيقة يعني توفق كثير انه هو اعطى فرصة لاغلب اللاعبين اللي هم ما كانوا بيلعبوا، لانه لا تنسى انه هو عنده مباراة مهمة مع الاهلي يوم الاحد. لكن الحقيقة اللاعبين اللي لعبوا، خلينا نقول البدلاء اللي لعب بهم الكابتن خالد برغم انه هو يعني ما غير 90% من الفريق، وهذا شكل جيد، والحقيقه لعب بشكل متوازن انه هو اعطى فرصه لبعض اللاعبين وريح بعض اللاعبين اللي هم كانوا طول الموسم تقريبا ارهقوا بشكل كبير، وخاصه لا ننسى ان الاتحاد في الفتره الاخيره كان بيلعب تقريبا كل أربعة أو ثلاثة أيام مباراة. أنا أتصور أن المجموعة قدمت نفسها بشكل جيد، حافظ الكابتن خالد على توازن الفريق بوجود بعض العناصر اللي هي بتلعب من معاه من الأول. المجموعة اللي أداها فرصة الحقيقة كانت في الموعد، أدت نعم. انطباع طيب إنه ممكن يقدموا نفسهم، حتى ما يمكن اللي كانوا المشاهد أو اللي بيتفرج ما كان بيحس إنه في غيابات بشكل مؤثر على الفريق. نعم كابتن، يعني بطاقة الصدارة ما كانت شيء مغري للفريقين، يعني خاصة أنه العين لا يريد أن يقابل فريق إماراتي، الاتحاد لا يريد أن يقابل فريق سعودي، الجزيرة والشباب هناك بالانتظار. طبعا هو أخوي بتال يمكن أنا أشوف أنه الاتحاد يمكن لو كان في وضع انه ما كان يعني عنده مباراه، كان لاعب من مباراه الاهلي وبعدين ثاني يوم سافر وبعدين عنده مباراه الاهلي، انا اتصور يمكن لو ما كان في الوضع اللي هم فيه ان هم بيلعبوا مباراه، اعتقد انه هو كان ممكن يفكروا في الصداره. لكن هي في النهايه انت تصدرت، اوكي لا تنسى انه هو عنده مباراه. انا اتصور انه لو كان غير انه يعني ما كانت عنده مباراه مهمه مع الاهلي في كاس ولي العهد التاهل للنهائي كاس خادم الحرمين الشريفين، انا اعتقد انه كان ممكن يفكر في الصداره بشكل جدي. لكن هو تاهل وحب اليوم، حتى اليوم برغم هذا كله، لكن كان برضه هم يعني تحس انه كان لهم رغبه ان هم ممكن يكونوا في الصداره. جميل كابتن، ممكن بس تفسير الهدف اللي جاء للعين من لاعب اتحادي، يعني كانت ضربة متقنة كابتن. والله ايوه طبعا
هو الحقيقه الاهداف هذه دائما بتحصل. يمكن كان منصور بيحاول انه هو كان بيشتت الكره لكن يمكن هو ما وفق انه هو يطلعها بشكل مظبوط، وهذه بتحصل برغم انه هو منصور في المباراه هذه قدم مباراه جيده الحقيقه ومباراه مميزه، لكن يمكن الخطا هذا، وهذا خطا وارد، كان احترافي في الهدف لكن الاخطاء هي وارده. هذا لا يلغي انه هو كان لاعب مباراه جدا مميزه منصور. نعم، ولا يلغي انه كان هدف جميل للغايه. شكرا جزيلا كابتن علاء رواس. جدا أهلا بك. هذه وقفتنا الأولى، نتابع بعدها حلقة هذا المساء وفيها صالح المطلق ثاني سعودي يدرب فريقا خارجيا، تفاصيل التجربة مع بطلها. فيلم هندي دفع رباعي الشخصية الاعتبارية، ما هي معايير العقاب لدى لجنة الانضباط؟